أهلا بيكم في Excellent Tip فيديو نمبر 3. في السيشن اللي فاتت اتكلمنا عن السام فانكشن بالتفصيل وازاي اقدر استخدمها بأكتر من طريقة. في السيشن دي بقى هنتكلم عن Count Function، والإكسل Count Function هي معادلة اقدر باستخدامها اعد الخلايا اللي فيها أرقام بس، سواء بقى الأرقام دي كانت أرقام كبيرة أو أرقام صغيرة مش هتفرق معايا في العد. طب ايه بقى Return Value؟ Return Value هو عدد الخلايا اللي فيها أرقام. بالنسبة للSyntax بقول بتساوي Count أول value، أول value دي ممكن تكون item، تكون cell reference أو range، تاني value دي محطوطة between two brackets. طالما محطوطة between brackets فديت optional، مش شرط إن أنا أحطها. يلا بينا نشوف مثال ونشوف مع بعض إزاي أقدر أستخدم معادلة count function في الإكسل. المثال اللي هنشرحه هو عبارة عن range فيه 7 خلايا، كل خلية فيها نوع مختلف من أنواع الداتا. المطلوب بقى إني أعد أو أكاونت الأرقام اللي موجودة في الرينج ده، فبقول equal count واختار معادلة الكاونت، وبعدين اختار الرينج اللي انا عايز اعد فيه الارقام، اقفل القوس وادوس انتر، الناتج طلع 4. اوكي، عايز بقى اعرف الفور دول اتحسبوا ازاي. تعالوا ناخد خلية خلية نحللها. الخلية الاولى هي عبارة عن رقم 3، وده رقم صريح اكيد اتاخد في حسابات الكاونت. الخلية التانية هي عبارة عن اسم ياسين، ده تكست فما اتخدش في حسابات الكاونت. الخلية التالتة هي عبارة عن سعر 120 دولار، ده رقم أكيد اتاخد في حسابات الكاونت. الخلية الرابعة وده تاريخ، وحابب إن أنا أقف هنا شوية. التواريخ أو الديتس في الإكسل هي عبارة عن أرقام، يعني لو غيرت فورمات السيل وحولتها من ديتس لجنرال، دوست كليك عكسي ودوست فورمات سيل وبعدين حولت من ديت لجنرال، دوست أوكي، فالناتج طلع لي 44013. الرقم ده بقى جه منين؟ مايكروسوفت اكسل اعتبرت ان اول يوم في تاريخ الاكسل هو 1/1/1900، يعني لو غيرت الفورمات بتاع التاريخ دوت، دوس فورمات سيل وغيرتها من ديت لجنرال اداني رقم 1، وكل يوم يعدي الرقم ده بيزيد لحد ما وصلنا الرقم 44013. يعني ال 44013 ده اجمالي الايام من تاريخ 1/1/1900 ل 1/7/2020. ولو حبيت اتاكد جيت قسمت ال 44013 على 365 وده عدد ايام السنة، ودوست ايكوال، هيطلع لي 120 سنة و6 شهور، وهي دي فعلا المدة الزمنية ما بين التاريخين. لو رجعت دول تاني تواريخ فورمات سيل واخترتها ديت، هلاقي فعلا من 1/1/1900 ل 1/7/2020 عدى 120 سنة و6 شهور. فالإكسل بيعتبر التواريخ أو الديتس هي أرقام، وأول يوم عندي هو 1/1/1900. بالنسبة للخلية الخامسة هي عبارة عن صفر، الصفر ده رقم فأكيد اتاخد في حسابات الكاونت. بالنسبة بقى للخلية رقم 6 هو عبارة عن اسم مريم، ده تكست زيه زي الخلية رقم 2 اللي فيها اسم ياسين. بالنسبة بقى للخلية رقم 7 هي عبارة عن بلانك سيل فاضية فما اتاخدتش في حسابات الكاونت. من هنا بقى الكاونت حسب 4 ارقام. اوكي، كده انا نجحت اني اعد او اكاونت كل الارقام اللي في الرينج بتاعنا. يا ترى بقى في معادله تانية اقدر اعد بيها كل الخلايا اللي فيها اي داتا في الرينج، سواء الداتا دي بقى كانت ارقام، كانت تكست او علامات؟ يعني في معادله تقدر تعد لي كل الخلايا اللي مش فاضيه؟ في معادله كاونت اي. وايه هنا اختصار لاول؟ بنقدر باستخدام معادله كاونت اي اعد كل الخلايا اللي في الرينج اللي فيها داتا. يلا نشوف مع بعض. دوس ايكوال كاونت واختار تاني معادلة في كاونت، كاونت ايه، بعدين اختار الرينج واقفل القوس ودوس انتر، ادالي 6. دي جات منين؟ اختار اول رقم، تاني تكست، تالت سعر، رابع تاريخ، خامس رقم، سادس تكست، وتجاهل البلانك سيل اللي هي رقم 7. يا ترى بقى في معادلة تانية اقدر اعد بيها الخانات الفاضية او البلانك سيلز؟ في معادلة الكاونت بلانك. يلا نشوف مع بعض. ادوس equal count واختار count blank، بعدين اختار range، اقفل القوس وادوس enter، اداني 1. 1 دي اللي هي السيل نمبر 7 اللي هي الخلية الفاضية. كده يبقى شرحنا الكاونت والكاونت اي والكاونت بلانك. السؤال بقى، يا ترى في معادلات تانية للكاونت اقدر باستخدامها اعد بشروط محددة اكتر؟ طبعا في معادلة count if وcount ifs،
بس دول هنشرحهم في سيشنز تانية. لحد ما نتقابل أشوفكم على خير. Goodbye.